ملهر؟ وينك كليان اللي رجعت صحيت؟ هي صارت أحسن؟ وينك كلياني؟ ملهر ليش ما عم تحكي شي؟ وينك كلياني احكي؟ أنا غلطت غلطة كبيرة، أنا شكيت بكليان، أنا شكيت فيها، أنا كيف شكيت إنه ممكن تكون كلياني متورطة مع أبوها بهالطريقة؟ بالحقيقة هي كانت سبب إنقاذ حياة الناس، وبعد ما أنقذت كلياني كل العالم. شو؟ أنت شو عملت؟ اللي شو صار مع كلياني؟ ملهر يلا احكي، شو اللي صار مع كلياني احكي، قول يا ملهر. يلا يلا نزلوها نزلوها بسرعة، عم هلبس. ها شوي 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 شوي. ماما بابا يا كبيرة يا كبيرة. كلياني كلياني افتحي عيونك. كلياني شو اللي صار معك؟ كلياني فتحي عيونك. كلياني ملهر شو صاير معك؟ شو صاير؟ ليش ما عم تفتح عيونها؟ شو صاير مع كلياني؟ كلياني كلياني فتحي عيونك. كلياني فتحي عيونك، انت منيحة كلياني؟ جاوبيني شو صار لك كلياني؟ ردي علي كلياني. كلياني شو صار لك بنتي؟ ما صار شي لكلياني، لساتها عايشة. هلأ تخطت مرحلة الخطر، بس ما منعرف شي لحتى تصحى تماماً. ماما تعال. ملهر شو اللي صاير هون؟ ليش مبينين خايفين؟ انتي كيف بتتجرأي تجي على بيتنا بعد ما طلع منك كل هالشي؟ انا ما بدي اشوف وشك بعد اليوم. انتي حاولتي تقتلي ابني وتخلصي منه. روحي اطلعي برات بيتي، ما بدي اشوف وشك. يا كبيرتنا انا اللي كفلت سرتك ليطلع من السجن، واكيد كان في سوء تفاهم بالموضوع. سرتك مستحيل يعمل هذا الشي. لهون وبس.